يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أطوف طواف الإفاضة وقد أقيمت الصلاة المغرب، وبعد انتهاء الصلاة بدأت بالطواف من حيث وقفت وأتممت الأشواط السبعة، فهل يضر هذا الفصل في صحة طوافي؟ الفصل ما يضر، الصلاة ما تضر، ما هي الفصل ما يقطع الطواف، لكن البداءة من المكان هذا هو اللي فيه إشكال. أشوف العلماء يفتون بأنه يبدأ من المكان اللي وقف فيه، خصوصا في شدة الزحام هذه الأزمان، شدة الزحام في هذا والخوف، لعل هذا يكفي إن شاء الله، وإن كنت أنا لا أطمئن إلى هذا. نعم.